بس انا زعلان منك يا صاحبي، ازاي تصدق في حنان حاجه زي كده؟ انا تعبان يا محسن، مش عاوز اتكلم في القصه دي. لا هتتكلم، عشان انا من حق انك تسمعني، ومن حق ان انا انصحك، عشان انت صاحبي وفردتي، وهي حب عمرك. حب عمري؟ حب عمرك كسرتني وحطت عيني في الارض، وخلت اللي يسوى واللي ما يسواش يتشافى فيا، وانا اول مره عديتها لها وسمحتها وعلى يدك. المره دي عاوزني اعمل ايه؟ احط عيني في الارض؟ طب ما انت ما وقفتش جنبها لما كانت محتاجه لك. مش هو ده صاحبي اللي انا اعرفه؟ خلاص احسبها زي ما تحسبها يا محسن، وبره عنك الليله دي خلاص ما يخصكش. اه قول كده بقى ان انت لايف على واحده جديده وما صدقت عايز تخلع من البت الغلبانه دي بعد اللي حصل. بطل عك في الكلام يالا. العك اللي انت بتعمله مش رجوله دي يا ابني. افهم، رحت المنطقه اللي اتمسكت فيها وسالت وطقصت لحد ما اتاكدت بنفسي انها ملطوطه. مش داخل دماغي الكلام ده ببصله، كل اللي اعرفه انك بعتها بالساهل. يعني انا كمان اقلع منك، لو اي عيل جه لك كلمتين عني هتصدق، وتبيعني انا كمان، واللي يبيع مره يبيع الثانيه والثالثه والرابع عادي. بقول لك ايه، كل اللي اعرفه من القصه دي انك عيل قليل الاصل يا عرب. انا قليل الاصل؟ اه قليل الاصل. بتضربني يا عرب؟ خلاص يا صاحبي، خلصت عرب، كل واحد مننا في سكة. انا مش عايز اعرفك تاني يا عرب. ايه يا رجاله، ما توحدوا الله وصلوا على النبي. اوعى يا عم سيح. في ايه يا محسن؟ مالكش حق يا عرب، صاحبك برضه وانت جيت عليه بالجامد. بقول لك يا سيحه، بره عنك الحوار ده انت كمان عشان ما تحصلوش. خلاص يا صاحبي. اوعى يا عم ايدك يا عم. نفسك كل حاجات تحل.